في البداية طبعا لازم يعني أبدأ بتهنئتي للشعب المصري العظيم باحتفالات نصر أكتوبر المجيد، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد طبعا، وذكرى عزيزة على بلدنا، ودايما يا رب بلدنا منصورة، دايما رافعة رايتها، ودايما يعني حصن أمين جيشنا طبعا العظيم واللي اتعمل في نصر أكتوبر العظيم، حقيقة يخلينا كلنا فخورين. وهو الحقيقة مش بس نصر جيش، لا ده نصر عبور، نصر بتعديك لآفاق مختلفة، ودانا كلنا للنقطة اللي احنا يمكن عايشين فيها دلوقتي. ولو اتفرجنا على الأحداث اللي بتدور حوالينا هتعرف قيمة وعظمة الأمان والاستقرار اللي بينعم عليه بيه ربنا سبحانه وتعالى طبعا في بلدنا العظيمة. وده أكيد يرجع طبعا فضل إن احنا كجيش وشعب كتلة واحدة، هو ده جيش مصر الحقيقي، إن الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش. ودي حاجة الحقيقة من الحاجات الفريدة والنادرة اللي تلاقيها، لو بصيت حواليك في كل دول المجاورة حوالينا هتكتشف وتعرف عظمة جيشك وعظمة شعبك العظيم وعظمة مكانة مصر، اللي يعني بأمر الله، بأمر الله يفضل رايتها كده مرفوعة ولا تقهر، ودايما يعني منصورين بإذن الله، ويعني محافظين على حدودنا وواخدين بالنا من عروبتنا وكل الأمور اللي ليها علاقة طبعا بالحماية والاستقرار والأمان. واللي ما عندوش جيش قوي شفنا ممكن يعاني قد إيه، فبنحمد ربنا على فضله وعلى نعمة اللي ربنا مدهلنا ان احنا متمسكين بامر الله، ودايما يعني شغالين في الاتجاه اللي يخلينا دايما حامين حدودنا وعندنا من الادراك والوعي ان محدش يقدر يقسم صفنا بامر الله. فطبعا لازم اقول كل سنه وحضراتكم طيبين. وكمان عايز اقول لحكم نادي الزمالك النهارده عمل تهنئه بخصوص انتصارات اكتوبر، وكتب على حسابه الخاص على حساب نادي الزمالك: ان نادي الزمالك يهنئ الشعب المصري بذكرى نصر اكتوبر المجيد. تاني كل سنه وحضراتكم طيبين. والحقيقه دايما يعني بسعد جدا جدا الحقيقه، دايما الحمد لله حظي حلو ببقى موجود في الحلقه اللي فيها يوم 6 اكتوبر، فانا الحقيقه على منتهى السعاده على مستوى طبعا كمواطن مصري رقم واحد، ودي التهنئه اللي كانت على حساب نادي الزمالك شفناها قدام حضراتكم كمواطن مصري رقم واحد. وكمان الحقيقه انا فخور اكتر واكتر لان انا الحمد لله يمكن والدي بينتمي لمؤسسه الجيش، وانا قلت الكلام ده اكتر من مره وكان متواجد في اثناء حرب 73، فانا دايما الحقيقه من دواعي فخري دايما ان اذكر هذه القصه، لان بطوله الحرب دي الواحد يمكن لما سمع عنها كتير وهو صغير ولما شاف فضلها دلوقتي وشاف الاحداث بقى بعد ما ادرك وشاف حوالينا الدنيا ماشيه ازاي، لا تعرف ان اللي اتعمل ده ما كانش شيء هين ولا شيء عادي، ده شيء يعني حط ردع لاي حد ممكن تسول له نفسه انه يتعامل مع بلدنا العظيمه، وحط جيشنا في منطقه مختلفه وخلانا كلنا فخورين بان احنا عندنا درع وحمايه لبلدنا. وبامر الله يا رب يكون الجاي والقادم افضل لبلدنا على كل الاصعده بامر الله.